السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي مع حصة جديدة ودرس جديد من دروس المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية. بداية وقبل أن نبدأ درسنا اليوم، فنتعرف إلى الدروس المتوقع مراجعتها اليوم إن شاء الله. الدرس الأول بعنوان زيارة ومفاجأة، الدرس الثاني بعنوان يوم لا ينسى، والدرس الثالث هو الفصل الأول من قصة علي مبارك. أولا من درس زيارة ومفاجأة، تعالوا بنا نعرف في نهاية هذا الدرس، فمن المتوقع أن يكون التلميذ قادرا على أن يحدد الفكرة الرئيسة والفكرة الفرعية في نص المقروء، يعبر عن رأيه فيما فعلته مريم وصديقاتها، يحدد معاني المفردات والتراكيب، يعبر عن أهمية زيارة المريض، ويجيب عن بعض أسئلة الفهم المتعلقة بنص المقروء. بداية أطلب منك أن تتذكر، فأقول تذكر أن. تذكر أن مريم أخبرت زملائها برغبتها في زيارة مستشفى 57357. المستشفى كان في غاية الجمال والنظافة والهدوء. مريم أعطت كل مريض هدية وابتسامة وسألته عن أحواله. مريم رأت زميلتها فاطمة في المستشفى. مريم قابلت الطبيب المعالج واقترحت زيارة كل الزملاء لفاطمة. بنفتكر مع بعض إيه يا أولاد؟ بنفتكر مع بعض أن مريم أخبرت زملائها، مريم قالت لزميلها إنها عايزة تروح تزور مستشفى 57357. لما راحت زارت المستشفى، هذا المستشفى كان في غاية الجمال والنظافة والهدوء. مريم أعطت كل مريض هدية وابتسامة، سألته أيضا عن أحواله. مريم رأت زميلتها فاطمة في المستشفى. مريم قابلت الطبيب المعالج واقترحت زيارة كل الزملاء لفاطمة. هذه هي أهم النقاط التي نتذكرها معا من درس زيارة ومفاجأة. اقرأ ثم أجب. جلست مريم مع أصدقائها في المدرسة وقالت لهم إنها سوف تقوم بزيارة إلى مستشفى 57357 مع والديها يوم الخميس القادم لأنه عطلة رسمية، وسوف تأخذ معها بعض الهدايا للأطفال، وعرضت عليهم الفكرة. تخير الصواب مما بين القوسين، معنى عطلة، نعم معنى عطلة إجازة. مضاد تأخذ، تعطي، تقابل، تقول. مضاد تأخذ، إيه مضاد تأخذ يا شباب؟ مضاد تأخذ، تعطي. جمع الفكرة، التفكير أو الفكر أو التفكيرات. ما جمع الفكرة؟ جمع الفكرة رقم 4، مفرد الأصدقاء، الصدق، الصديق، الصادق. أسمعكم تقولون الصديق. ما زلنا مع نفس الفكرة التي تحدثنا عنها منذ قليل، وأطلب منك أن تجيب عما يأتي. لماذا قررت مريم الذهاب إلى المستشفى يوم الخميس؟ ليه مريم قررت أن تذهب إلى المستشفى يوم الخميس؟ قررت مريم الذهاب إلى المستشفى يوم الخميس لأنه عطلة رسمية. ما الذي كان مع مريم عند زيارتها للمستشفى؟ ماذا كان مع مريم عند زيارتها للمستشفى؟ إيه اللي كان مع مريم لما راحت تزور المستشفى؟ كان مع مريم عند زيارتها للمستشفى بعض الهدايا للأطفال. ما الذي كان مع مريم عند زيارتها للمستشفى؟ مريم أخذت إيه؟ أخذت بعض الهدايا للأطفال. اقرأ ثم أجب. ونفس الفقرة التي قرأناها منذ قليل، حلل الكلمات التالية إلى مقاطع صوتية. حلل كلمة المدرسة ومستشفى. حلل المدرسة ومستشفى. المدرسة سيكون تحليلها كالتالي: الألف واللام مقطع، الميم مع الدال مقطع، الراء المفتوحة مقطع، السين المفتوحة مقطع، والتاء المربوطة مقطع. مستشفى، الميم المضمومة والسين الساكنة مقطع، التاء المفتوحة مع الشين مقطع، الفاء مع الألف مقطع. ثم أجب. وما زلنا مع نفس الفقرة التي قرأناها منذ قليل، وأطلب منك
أن تذكر معنى ما تحته خط فيما يلي. عرضت مريم الفكرة على أصدقائها وعرضت صخرة في الطريق عبور التلاميذ. ما معنى عرضت في الجملتين؟ ما معنى عرضت في الجملتين؟ معنى عرضت في الجملة الأولى ومعنى عرضت في الجملة الثانية. الجملة الأولى عرضت بمعنى اقترحت، وفي الجملة الثانية عرضت بمعنى عرقلت أو منعت. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. قررت مريم زيارة مستشفى قصر العيني لزيارة صديقتها. هذه العبارة عبارة غير صحيحة. رحب زملاء مريم بفكرة زيارة المستشفى. هذه العبارة صحيحة. من آداب زيارة المريض ألا تكون الزيارة طويلة. من آداب زيارة المريض ألا تكون الزيارة طويلة. نعم العبارة صحيحة. وجدت مريم حجرات المرضى مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية. العبارة صحيحة. الدرس الثاني بعنوان يوم لا ينسى. في نهاية هذا الدرس من المتوقع أن يكون التلميذ قادراً على أن يحدد معاني المفردات والتركيب، يعبر عن أهمية زيارة المريض، يجيب عن بعض أسئلة الفهم المتعلقة بنص مقروء. تذكر أن مريم أخبرت زملائها برغبتها في زيارة مستشفى 57-53. المستشفى كان في غاية الجمال والنظافة والهدوء. مريم أعطت كل مريض هدية وابتسامة وسألته عن أحواله. مريم رأت زميلتها فاطمة في المستشفى. مريم قابلت الطبيب المعالج واقترحت زيارة كل الزملاء لفاطمة. اقرأ ثم أجب. لم أحكي شيئا لزملائي عن فاطمة وقررت أن أنتظر ما سيحدث. في منتصف الأسبوع التالي دخلت المعلمة كاملية إلى الفصل وقالت: يسعدني أن أخبركم أن زميلتكم فاطمة ستأتي بعد غد في صحبة والدتها إلى المدرسة. الصواب مما بين القوسين. معنى أخبركم أعلمكم أنصحكم أرشدكم. معنى أخبركم أعلمكم. مضاد التالي اللاحق الجاري السابق. مضاد التالي السابق. جمع الأسبوع اليوم الأسابيع الشهر. جمع الأسبوع الأسابيع. مفرد زملاء زمالة زميل زامل. مفرد زملاء زميل. ما زلنا مع درس يوم لا ينسى والفقرة نفس الفقرة التي قرأناها. أجب عما يأتي. متى دخلت المعلمة كاملية إلى الفصل؟ متى دخلت المعلمة كاملية إلى الفصل؟ متى دخلت المعلمة كاملية إلى الفصل؟ دخلت المعلمة كاملية إلى الفصل في منتصف الأسبوع التالي. بما أخبرت المعلمة التلاميذ في الفصل؟ بما أخبرت المعلمة التلاميذ في الفصل؟ المعلمة أخبرت التلاميذ في الفصل بإيه؟ أخبرت المعلمة التلاميذ في الفصل أن زميلتهم فاطمة ستأتي بعد غد لزيارتهم في صحبة والدتها. اقرأ ثم أجب ونفس الفقرة التي تحدثنا عنها منذ قليل. أكمل شبكة المفردات التالية. الفصل. أكمل شبكة المفردات لكلمات الفصل. السبورة. التلاميذ. المعلم والكتب. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. حدثت المفاجأتان في فصل آخر غير فصل مريم. هذه العبارة خطأ. زينت التلاميذ الفصل استعدادا لزيارة فاطمة. عبارة صحيحة. حضرت فاطمة في الحصة الخامسة.
العبارة خطأ، الإحساس بالمريض ومراعاة شعوره من الفضائل، العبارة صحيحة. الآن ننتقل إلى درس آخر، والفصل الأول من قصة علي مبارك رائد النهضة الحديثة، والفصل الأول بعنوان عائلة المشايخ. في نهاية هذا الدرس من المتوقع أن يكون التلميذ قادرا على أن يستخلص بعض العبر والعظات من كفاح علي مبارك، يقوم بلعب بعض أدوار الشخصيات الواردة في القصة، يرتب أحداث الفصل في نقاط محددة مضمون. تعرض الفلاحون في عهد محمد علي لظلم شديد جعلهم يفرون من بلدهم تاركين أرضهم خوفا من الجلد والسجن، وفي قرية تسمى برنبالة الجديدة بالدقهلية استقرت أسرة الشيخ مبارك بعد فرارها من قرية الكوم والخليج، وظلوا بها حتى كثر عددها فقاربوا 200، وعرفوا باسم عائلة المشايخ وكانوا محل تقدير واحترام. وبعد ميلاد علي بفترة قصيرة زادت الحكومة الضرائب، وعجز الشيخ مبارك عن الدفع فاضطر للهروب، وانتهى به الرحيل عند عرب السماعنة بمديرية الشرقية. أهم الفكر الواردة في الفصل فرار الفلاحين من ظلم الحكام، عائلة المشايخ موضع تقدير الأهالي، أسرة علي مبارك موضع تقدير الحكومة، مولد علي مبارك وفرحة أهل القرية، زيادة الضرائب وضيق الناس بها، الشيخ مبارك يفر بأسرته من برنبال هربا من الضرائب، استقرار الشيخ مبارك عند عرب السماعنة. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. العبارة الأولى: كان الفلاحون العاجزون عن دفع الضرائب يفرون من بلادهم خوفا من الجلد والسجن، العبارة صحيحة. ولد علي مبارك في المقر الجديد لأسرته بقرية برنبال، العبارة صحيحة. احترم الناس أسرة علي مبارك لغناها وثراها، عبارة خطأ. كان الفلاحون العاجزون عن دفع الضرائب يفرون إلى أقاربهم، العبارة غير صحيحة. أجب عن الأسئلة التالية: لماذا عرفت أسرة علي مبارك باسم عائلة المشايخ؟ لأنهم كان منهم المشايخ الذين يعرفون القراءة والكتابة والحساب وشيئا من العلم الديني، ومنهم القضاة الذين يحكمون بين الناس، والأئمة الذين يصلون بالناس ويختمون لهم الخطب في الجمعة والأعياد، ومن يعقدون لهم عقود الزواج. لماذا فرحت القرية كلها بمولد علي مبارك؟ فرحت القرية مجاملة لأبيه الشهم العطوف الذي يخدم أهل القرية، ولأمه الكريمة التقية التي لم تلد من قبله سوى الإناث. لماذا فرحت القرية كلها بمولد علي مبارك؟ مجاملة لأبيه الشهم العطوف ولأمه الكريمة التقية التي لم تلد قبله سوى الإناث. متى ولد علي مبارك وأين ولد؟ ولد عام 1823 من الميلاد، 1239 من الهجرة، في قرية برنبال الجديدة. صل من المجموعة ألف بما يناسبها من المجموعة باء. كان الفلاحون يفرون من بلادهم خوفا من، نعم خوفا من السجن. من يتأخر عن تسديد الضرائب يجلد ويهان. برنبال الجديدة إحدى قرى مديرية الدقهلية. قرية أسرة علي مبارك الأولى هي الكوم والخليج. ولد علي مبارك في المقر الجديد لأسرته بقرية برنبال الجديدة. في نهاية حصتنا اليوم أتمنى لكم التوفيق والنجاح في اختبارات نصف العام. أتمنى أن تحصلوا جميعكم على الدرجة النهائية إن شاء الله. التوفيق والنجاح. أشكركم لحسن الاستماع. كان معكم المعلم أحمد محمد عزت.